مريرة رائعة. رمية جميلة. نشكل فريقا رائعا. نحن مثل بوني وكلايد. كنت أفكر بأننا نشبه مايكل جوردن وسكوتي بيبن. لكن أعتقد بأن ذلك جيد. تعرفين؟ يقيمون منافسة ثنائيات في حديقة لايديكر. أتريدين الذهاب؟ رقصة المدرسة هذه الجمعة. نعم لقد نسيت. إذن هل أنت ذاهبة؟ كنت أفكر في الذهاب، لكن ليس لدي أحد لأذهب معه. ربما أنت وأنا يمكننا. هاي لوكاس. أهلا جيسيكا، ما الأخبار؟ لا جديد، لقد شاهدت لعبتك الأخيرة، كنت رائعا رائعا جدا. شكرا، لم أعرف بأنك تحبين كرة السلة. نعم، لكنني لا أعرف كيف أرمي الكرة حتى. هل يمكنك أن تعلمني؟ نعم، لا مشكلة. أتريدين الانضمام؟ بالطبع أود. في الواقع كنت آمل أن تعلمني على انفراد. آسفة. حسنا، لا بأس بذلك، سأراك لاحقا. ألم تكوني تسألينني شيئا ما؟ ليس مهما، سنتحدث لاحقا. حسنا. لعبة جيدة. ظننتك ستسألينه حول مرافقتك للرقص. كنت سأفعل ذلك، ولكن فجأة. ومن ثم هكذا. ترمينها هكذا. يبدو ذلك صعبا. لا بأس، حاولي. ربما لديه موعد معها. ماذا؟ لن يخرج معها، إنه معجب بك أنت. واضح أنني لست نوعه المفضل، إنه يفضل الفتيات اللواتي يلبسن ملابس لطيفة ولديهن شعر جميل. الفتيات الأنثويات. لوكاس هو الألطف على الإطلاق، على الأغلب أنه يساعدها. أنت على حق. حسنا، مثل هكذا تماما، حاولي مرة أخرى. حسنا، لا أستطيع فعلها بمفردي. لا بأس، أعطني. عليك أن تبقي ظهرك مجدودا. أحسنت. من الواضح بأنه يحب النوع المسكين. أراهنك بأنني إذا ارتديت مثلها سيقوم لوكاس بسؤالي للخروج في موعد. ماذا؟ مستحيل، ليس عليك التظاهر على أنك شخصا غير نفسك. كيف تعرفين بأنه لن يخرج معك في موعد؟ تخيلي بأنه لم يتذكر حتى موعد الرقصة هذه الجمعة، لم يكن ليفكر بي. أنا ذاهبة، أراك غدا. لا تتصرفي هكذا. هاي، كارلي. إذن كيف أبدو؟ هل قمت بذلك حقا فقط؟ جاوبيني على سؤالي. تبدين رائعة، لكن تنورة ومكياج، هذه ليست أنت. حسنا، لكن هذا ما يعجب لوكاس، هذه أنا الجديدة. أتعتقدين حقا بأن لوكاس سيعجبه هذا؟ أنت شخص مختلف. هذه الطريقة الوحيدة كي أحصل على فرصة معه. عجبا، انظري لنفسك، هل يعجبك؟ إنه مختلف، لكن ليس بطريقة سيئة. سيكون جيدا رؤيتك تلعبين كرة السلة بتلك الأظافر. مع مساعدتك سأكون جيدة. نعم، أنا أعتقد ذلك. في الواقع تساءلت ماذا ستفعلين غدا. لا أعرف، ربما أتسوق أو شيئا كذلك، أشياء البنات. لماذا؟ تساءلت إن كنت تريدين الذهاب معي. حقا؟ أتقصد يمكنني الذهاب للتسوق يوم الأحد، سأحب أن أذهب للتنزه. جميل، سأرسل لك التفاصيل لاحقا. حسنا، حسنا. موافقة. وداعا. 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 تتحدثين بشكل مختلف. نعم، لكن نجحت الخطة، لقد طلب بأن يخرج معي. سؤاله لك للذهاب في نزهة ليس له علاقة بأنت الجديدة. ماذا تقصدين؟
أتعتقدين أنه خلال هذه الدقيقتين من وجودي هنا سمع صوتاً سحرياً يقول: واو، أصبحت كارلي فتاة ثوية، سأواعدها. نعم، ذلك تماماً ما أعتقد بأنه قد حصل. أوه، أتريدين المساعدة؟ أوه نعم، من فضلك، هذه الكتب ثقيلة جداً وأنا لست بتلك القوة أبداً. لا بأس، سوف أحملهم. أخبريني، إلى أين تريدين أن أوصلك؟ أوه، أنت شاب لطيف جداً لوكاس، سأذهب إلى فصل الرياضيات. حسناً، لا مشكلة. لست أبلي جيداً. توقفي عن ذلك، فقط كوني أنت. هذه أنا، عزيزتي بريال، الآن اعتادي على ذلك. إنها تمشي بطريقة مختلفة. يا إلهي، إنني أجد صعوبة. أتعتقدين أن هذه الأحذية جيدة للتنزه؟ هذا ألطف ما وجدته وألطف طريقة للإصابة بالتواء. أنت مضحك جدا. حسنا، لنذهب، هيا تفضلي. هل أنت بخير؟ لا، فهذه الحقيبة ثقيلة جدا. أتريدينني أن أحملها؟ حسنا، أيمكنني التشبث بك لدعم إضافي؟ نعم، حسنا، لا بأس. إذن أخبريني، ما الذي جعلك تتغيرين هكذا؟ أعني شعرك وتلك الأشياء. أردت أن أري الجميع الجانب المختلف مني. أفهم ذلك، يقولون احصل على فتاة يمكنها فعل الأمرين. صحيح، لكن هذا الجانب هو الأقرب لطبيعتي، فأنا الفتاة الأنثوية. عجبا، لم أكن لأخمن ذلك. أوشكنا على الوصول للشلالات، الجسور علامة منتصف الطريق. هيا لنكمل سيرنا. نعم. أمهلني لحظة. حسنا، ما الذي تفعلينه؟ أتأكد من أن مكياجي بخير. لماذا؟ فنحن في نزهة الآن، لا يوجد أحد لتثير إعجابه. أنا لا يمكنني أن أكون كالمجنون، ماذا لو أتى أحد ما؟ لم أعتقد بأنك تهتمين بهذه الأشياء. أنا فتاة أنثوية أكثر مما تتخيل. نعم، أدرك ذلك الآن. انتهيت؟ كيف أبدو؟ تبدين رائعة، هيا تعالي نكمل سيرنا. هيا ساعديني. ها، ما الذي يجري؟ ما بك؟ أبعدها عني، أبعدها. ما الذي يحصل؟ إنها مجرد يرقة، غير مؤذية بتاتا. تعالي انظري إليها. حسنا حسنا حسنا، اهدئي. أبعدتها. أنت بخير. آسفة، أنا أخاف من الحشرات. شكرا على إنقاذي.
اسمعي، لنذهب ونفعل شيئا آخر. أنا لا أعتقد بأنك تحبين التنزه أو المشي. آسفة، أنا لست جيدة بأمور الطبيعة. يمكننا المتابعة، سأكون بخير. لا، الوقت يتأخر، هيا لنعد. أنت متأكد؟ نعم. لوكاس، الثنائي الديناميكي قد عاد. هيا أنت، عيدها لنرى ما لديك. ما الذي تفعلينه؟ لا أعرف كيف أنططها. بحقك؟ إنه اليوم الموعود. أتريدون لعب الإياب؟ أتريدان الخسارة مجدداً؟ بالطبع. هيا هيا لنفعلها إذن. هيا أرسلي الكرة. ماذا يعني ذلك؟ ما بك؟ كفاك مزاحا. أعطني الكرة، سأمررها بنفسي. قفي هناك. هيا اقترب. أعطني. عليك به. هيا هيا. هل أنت مستعد لتلقيها؟ أوه أنا آسف. أوه. هيا سدديها سدديها. هيا حسن. هل أنت جادة يا كارلي؟ لا أعرف ما الذي حصل. لعبة جيدة. ستخسرون بالتأكيد. تفعلين؟ آسفة، فقد كانت سريعة جدا. تسببين في خسارتنا. اضغط عليه. حسن. هيا. التقط. هذا سهل، خذي. لن تستطيعي أخذها. رائع. أوه، هل أنت بخير؟ ساعدني في النهوض. لا يبدو أنك أصبتِ. بلى، ركبتي تؤلمني. هيا. أنت بخير، تعالي. ألن تقوم بحملي؟ بالكاد سقطتِ، أنت بخير. كلا، أنا لست كذلك. أظن أننا انتهينا. واو، كان من السهل هزيمتكم. لا يهم، نراك لاحقا. أعتقد ذلك. ما الذي حل بك؟ ما الذي تعنيه؟ لقد سقطت. لا أتحدث عن هذا. هذا لا يهم، لست الفتاة التي اعتقدتها. وما الذي تعنيه بهذا الكلام؟ أنت تبدين مختلفة، تتصرفين بغرابة وتلعبين بغرابة أيضاً. لم أعد أعرف من تكونين. اشتقت لشخصيتك القديمة. لكني اعتقدتك تحب هذا. ماذا تقولين؟ لماذا قد أرغب بهذا؟ أنا لا أعلم. علي أن أذهب، سأراك غداً في المدرسة. لوكاس، انتظر.
عدت إلى طبيعتك؟ لا تبدأي، أظنني أفسدت علاقتي مع لوكاس. أرسلت له رسالة ولم يرد، هذا ليس من عادته، فهو دائما يرد علي. امنحيه وقتا وحسب، سيتخطى ذلك. أوه نعم، لقد تخطاني بالفعل، والآن سيسأل جيسيكا بأن ترافقها. أنا أستسلم، حاولت أن أكون على طبيعتي ولم يردني، وحاولت أن أكون فتاة أنثوية، لا أعرف ماذا سأفعل. لابد من أن هنالك خطأ ما بي. كارلي، استمتعي بالرقصة بريال، أنا لست ذاهبة، لا يمكنني أن أتحملها. مرحبا. مرحبا، ما الذي يحدث؟ أردت أن أتأكد إن كنت تريدين الذهاب للرقص معي. حقا؟ أعتقدت بأنك كرهتني بعد كل ما حصل، لم ترد على رسائلي حتى. ذلك بسبب أنني أضعت هاتفي. وكلا، لا يمكنني أن أكرهك. في الواقع أنا معجب جدا بك. حقا؟ نعم. أتعلمين، معجب بنسختك الأصلية أكثر من الأخرى، لأكون صادقا. أعتقدت أنك تريد أن تكون مع فتاة أنثوية. مستحيل، ما الذي جعلك تفكرين هكذا؟ رأيتك مع جيسيكا واعتقدت بأنها النوع الذي تحبه. لا، لابد أنك تمزحين، إنها ليست نوعي المفضل. انتظري، انتظري، هل هذا السبب الذي... كارلي، لا يمكنني تصديقك، أحبك كما أنت. بالإضافة، ليس عليك أن تتظاهري بأنك شخص آخر. أخبرتك ذلك. أكنت تسمعين؟ آسفة، لم أستطع المقاومة. لا بأس في ذلك، لم أعلم بأن لدينا جمهور. لكن ما رأيك بأن تكوني بوني وأنا أكون كلايد ونذهب معا إلى الرقص؟ بالتأكيد، لكن يمكننا أن نكون مايكل جوردن وسكوتي بيبن بدلا من ذلك. موافق، لكن أنا من سأكون جوردن. هذا مستحيل. حسنا. أوه، هل ساعدتني بلوكاس؟ آسف. التقطيها بنفسك.